بكم. نقدم لكم في هذا الفيديو مجموعة من الأسئلة الثقافية المتنوعة عن دولة العراق. لديك 10 أسئلة و10 ثواني لكل إجابة. قبل البدء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. السؤال الأول، في أي عام نال العراق على استقلاله لأول مرة؟ الجواب عام 1932. السؤال الثاني، ما هي أكبر مدينة في العراق؟ الجواب بغداد. السؤال الثالث، كم تبلغ مساحة العراق؟ الجواب 438,000 كيلومتر مربع. السؤال الرابع، متى تم احتلال العراق من قبل أمريكا؟ الجواب عام 2003. السؤال الخامس، في أي مرتبة يحل العراق كأكبر احتياط نفط في العالم؟ الجواب المرتبة الخامسة. السؤال السادس، ما هو ترتيب العراق من حيث المساحة بالنسبة للدول العربية؟ الجواب المركز العاشر. السؤال السابع، كم دولة تمتلك حدود مشتركة مع العراق؟ الجواب 6 دول. السؤال الثامن، ما هي أكبر بحيرة في العراق؟ الجواب بحيرة الثرثار. السؤال التاسع، ما هي أعلى قمة في العراق؟ الجواب جبل شيخ خضر. السؤال العاشر، ما هي العملة الرسمية للعراق؟ الجواب الدينار.
شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.